اهلا بكل حضراتكم مره تانية. انا معايا في الفقره دي بطلتين، وكلمه بطلتين دي ما فيهاش ولا مجامله ولا فيها اي مبالغه باي حال من الاحوال، وبطبيعه الحال ضمن سياق حديثنا هنفسر الرؤيه دي ووجهه النظر دي يعني ضمن سياق الكلام. اكيد معايا بطلتين من ابطال رياضات قصار القامه، وزي ما استضفنا قبل كده ابطال في كره القدم من منتخبات القاهره واسكندريه لو حضراتكم فاكرين، النهارده معانا ابطال في العاب القوه وسيدات كمان، يعني تحدي وقوه وبطوله بالمعنى الحرفي. خلونا نرحب سوا بضيوفنا كابتن حنان فؤاد بطله الجمهوريه في رفع الاثقال لقصار القامه، وكمان كابتن زينب السيد بطله الجمهوريه في العاب القوه لقصار القامه. صباح الفل عليكم، منورين. صباح الخير، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ حضرتك انا رفع اثقال كمان. رفع اثقال كمان؟ اه، جمهوريه رفع اثقال وبطله افريقيا في كره الرجل. ما شاء الله. طب نبتدي مع حضرتك، اشمعنى الرياضه دي بالذات؟ بص، احنا كلنا عامه يعني قصار القامه او الاقزام يعني عامه طبيعتهم ان هم مطويين قوي. فلما بتخرج للرياضه بتخليك جريء، يعني عامه الرياضه عامه. طبعا. فانا جربت العاب قوه الاول، جله ورفع وقرص وجري 100 متر، وبعد كده دخلت المجال الحديد رفع اثقال، وبعد كده دخلت الريشه ورجعت رفع اثقال تاني كده يعني. وما شاء الله كل حاجه بتدخلي فيها في بطولات، مش مجرد مشاركه يعني شرفيه، ده بطولات وحاجات زي كده. لا هو فعلا صح. جميل جميل. طيب نروح بقى للكابتن زينب والعاب القوه. حضرتك اهلا بيك. عايز اعرف منك برضو اشمعنى الرياضه دي بالتحديد اللي انت اخترتيها يا كابتن زينب؟ لان لقيت نفسي فيها، ولقيت نفسي بجيب فيها مراكز و يعني بحقق فيها اكتر. وكمان بدات فيها قبل ما ادخل الجمهوريه، بدات فيها في منتخب الجامعات. اوكي، يعني البدايه كانت من مرحله الجامعه. حلو. انا عايز ارجع لحضرتك واسالك سؤال، معلش يعني سامحوني في السؤال ده، بس انا بتكلم من منطلق يعني ايه اخ اكبر وبتكلم بعشره. حضرتك قلتي ان قصار القامه زي ما انت عارف بيبقوا دايما منطويين، فانا عايز اقف عند حته دايما منطويين دي عشان عايزين نربط ما بين الـ يعني الموضوع اللي بنتكلم فيه وما بين ظاهره اجتماعيه غير مستحبه الحقيقه، ويعني كل الاعراف وكل حتى الاديان السماويه بتنهى عن الموضوع اللي احنا عايزين نقف عشان ننتقده. ايوه صح. نظره المجتمع هل اتغيرت شويه في الفتره الاخيره، ولا برضو بيكون في نفس النظرات اللي بيبقى فيها شيء من الاندهاش؟ لا، هي اتغيرت كتير. لا، زمان الواحد ما كان بيمشي في الشارع كان فيه بيلاقي نظرات كتير قوي قوي واستخفاف وكلام ملوش اي لازمه. انما دلوقتي لا، في اختلاف خالص يعني من ساعه ما كمان ما لقوا بقى في فريق كره قدم بيتلعب وبطلات جمهوريه وبطلات رفع اثقال. فهنا دلوقتي ما بنمشي في الشارع وبنخش اي محل، اهلا يا كابتن. من الاعلام بصراحه طلعنا جامد قوي، طلعنا بصوره حلوه، يعني احنا بطلات، احنا زي اي واحده عاديه. لا، انتوا بطلات على كل الاصعده، يعني لو هنتكلم بقى على كلمه بطله فانتوا الاثنين كل واحده فيكم بطله على كل الاصعده الحقيقه. يكفي بس فكره ان انت بتتحدي نظره مجتمعيه، ومش بس بتفوزي بالتحدي ده، انت كمان بتتحولي في نظر نفس المجتمع اللي كان ممكن يبقى بينتقد الى بطله، يعني نظرته ليكي كبطله. طب انت يا كابتن زينب حسيتي بفرق في الفتره الاخيره في نظره المجتمع؟ اه طبعا، الوعي بالنسبه للتنمر، نسبه التنمر قلت كتير عن الاول. الاول كان نسبه التنمر فظيعه، دلوقتي لا، نسبه التنمر الحمد لله قلت عشان الوعي الاعلام طبعا عالي شويه، فالناس بدات بقى في القاء ضوء اعلاميا عليكم اكتر، فده غير الى حد ما نظره قصار القامه. بداوا كمان يظهروا شويه، فخلاص يعني الناس بدا عندها وعي شويه. جميل. طيب انا عايز برضو اسال، يعني عايزين نتعرف عليكم اكتر على الصعيد الشخصي والانساني بعيدا عن البطولات الرياضيه. زي ايه يعني مثلا؟ يعني حياتك الاجتماعيه، متجوزه مش متجوزه؟ لا انا متجوزه. يعني النوع ده من الامور. متجوزه حوالي بقالي سنه ونص دلوقتي. اوكي، ده لسه عروسه جديده. مش جديده ولا حاجه خالص. لا خلاص، طالما ما ربعنتيش تبقى عروسه جديده. بقول لك سنه ونص يبقى. لا معلش، زي الفل. وحد يكره ربنا يخليك. الحمد لله. وعامله ايه في الجواز؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. وحضرتك كابتن زينب؟ لا انا لسه طالبه جامعيه. لسه صغننه دي. طب ده هو اللي المفروض اللي يعمل الجمعيه مش انت، ولا عشان الجهاز؟ لا، طالبه جامعيه. طالبه جامعيه، انا سمعتها من لم الجامعيه. بص، سمعت حاجه ثانيه خالص. لا لا صحيح، بس فال حلو برضه، مش وحش، فال حلو. طيب انا عايز اعرف برضه منكم نمط حياتكم عامل ازاي، نبتدي مع حضرتك يعني، سواء يوم فيه تدريبات او ما فيهوش. انا حياتي اصلا كانت يعني انا اصلا بشتغل في شركه مصريه اتصالات. اوكي. فبتعامل مع جمهور. الاول لما كنت قاعده في البيت كنت طويله شويه،
لما اتعاملت مع الجمهور، الجمهور هو اللي جرأني، هو اللي حسسني ان انا زي اي حد. فما بلعب ما بتكلم اقصد مع الناس وكده، حسيت ان الرياضه يعني هتختلف معايا جامد. في واحده فعلا قابلتني في السنترال عندي وقالت لي ليه ما تلعبيش رياضه، فاستغربت للكلمه بتاعتها، فقلت ماشي اوكي. فقلت اجرب اروح اقرب مركز شباب عندي، ورحت ولعبت، ولعبت العاب قوه، وبعد كده لعبت رفع اثقال، واندمجت جامد جدا والحمد لله. يعني اختلف الامر خالص، صورتي للدنيا بقت اختلف اكيد. بس الناس بقى كانت هي اللي هي يعني، كانت التنمر كان موجود والحياه كانت موجوده، مفيش فايده. لما بدانا الاعلام ودخلت في، سافرت اوغندا ولعبت بطوله افريقيه في الريشه، وبدا الاعلام بقى يظهر الاكثر قامه، وبدا يظهر في كره القدم، لا اختلف الامر، بقيت اروح اي مكان عادي، اهلا يا كابتن، اهلا يا كابتن عادي. كنت كابتن زينب بتقالك اهلا يا كابتن برضه؟ ولا لسه ما وصلتش نفس مستواك في النجوميه والشهره؟ لا لا لا، عامله شغل جامد برضه كابتن زين. بتفرحي لما بيتقالك اهلا يا كابتن او اهلا يا بطله؟ ايوه طبعا، يعني بتزودك ثقتك في نفسك، بتزود لي ثقه وبتعلم المعنويه بتاعتي شويه. عايشه اصل كان زمان برضه بالنسبه لينا لما كانوا بيخشوا في مجال التمثيل كان الادوار اللي بيطلعوا فيها طب يعني مش عايزه اقول يعني كان فيها، لا انا ممكن اقولها انا بمنتهى الامانه، يعني في يعني اساءه استغلال، واخد بالك ازاي؟ وبعدين انا واحد من الناس ما بفضلش نوع الكوميديا اللي مبنيه على فكره التنمر او على السخريه من حضرتك. احنا كنا بنمشي في الشارع الاول بيتقال لنا ايه؟ بدات تندع، نفس الكلمه اللي كانت بتتقال في فيلم الصندوق الاسود، الكلام اللي هي بتتقال في المسرحيات والافلام. دلوقتي لا خلاص الحمد لله، الحمد لله كتير هايل. طب امانيكوا ايه؟ مخططين لايه؟ بتحلموا بايه؟ كابتن زينب بنبتدي معاك. يتعمل لنا اتحاد لجميع الالعاب بتاعتنا ويتشهر. هو لغايه دلوقتي لسه ما فيش اتحاد؟ بس هو ما اتشهرش. بغض النظر عن شهرة الاتحاد، المهم ان يكون في وجود للاتحاد ده وفي تدعيم ليكم، هل ده حاصل ولا في قصور في النقطة دي؟ في قصور. انت حاسة بكده؟ طب وانت يا كابتن زينب يعني حضرتك كان المفروض يتشهر السنة دي بسبب الكورونا وبسبب اللي حصل، فقالوا لا ده لسه السنه الجايه. ده بالنسبه يعني ده بالنسبه للاشهار، اشهار الاتحاد. لكن انا بتكلم على التشغيل نفسه والتدعيم من قبل الاتحاد ليكم، هل ده ما كانش حاصل؟ لا ما كانش حاصل خالص، كلها جهود يعني شخصيه. يعني حضرتك عشان يعني تطلع لما سافرتي اوغندا مثلا سافرتي من خلال ايه؟ المعاقين ذوي احتياجات خاصه، المعاقين مش كسار كوم. يعني طلع طبعا المعاقين دلوقتي كسار الكم المفروض ليهم شأن لوحدهم طبعا. يعني احنا تبع ذوي احتياجات خاصه ماشي، بس ما يعني ما بنتعاملش زيهم. يعني عشان نطلع الكارنيه خدمات متكامله، يعني انا مقدمه من شهر 3 لغايه دلوقتي طبعا لسه ما طلعش طبعا عشان ظروف الكورونا وظروف الكلام ده كله، فلسه ما لناش اي حاجه لسه. بالنسبه للقرارات ذوي الاحتياجات الخاصه كان شلينا في العربيات ولا لينا، ما كناش محسوبين من ضمن اصلا، او يعني في القبل كده ما كناش محسوبين في ذوي الاحتياجات الخاصه اصلا. بيقول لك انت ما فاكش حاجه. طب بعد ما الفتره الاخيره شفنا بطولات ودروع وكؤوس واوسمه والنوع ده من النجاحات الرياضيه، الوضع ما اتغيرش؟ هل ده ممكن من شأنه مثلا ان هو يسرع من اشهار الاتحاد المخصص لخسارة القدم؟ الوضع اتغير بس مش سريع كتير، مش متسرع. وانت برضو ما تنسيش ان احنا بقالنا يعني داخلين على سنه تقريبا معظم الامور متعطله. يعني كابتن لسه بتقولك عشان موضوع الكورونا برضو انتوا اكيد مدركين الموضوع ده. تمام. طيب تدريباتك عامله ازاي؟ يعني بروح حوالي من ثلاث اربع مرات، من ثلاثه لاربع مرات في الاسبوع. والحمد لله الشركه عندي مدياني تفرغ ان انا بروح بدل ما اروح الشغل بروح التمرين. ما عشان الشركه عارفه ان معاها بطله شغاله مش موظفه أنا عاديه. أول ما تسميت في الشركة الفتاة الذهبية. جميل جميل. البطلة الذهبية كان في الشركة عندي. طب أنا عايز أعرف برضو تعليقاتكم كده على الصور دي، يعني كل صورة فين منهم؟ دي كنا في مركز شباب الجزيرة. دي أختنا اسمها سمر، والكابتن إبراهيم اللي هو مدرب كرة القدم بتاع كسار القامة اللي حضرتك قبل كده صورت معاه، ودي سمر برضو وده عمرو، وهي نفس الصورة برضو. دي زميلتي في الشركة عندي، وكنا بنلعب رايحين ده جو رحلة بطولة، لا بطولة الشركات. اوكي. دي هنا كان على مسرح فيه، كانت ندوة جامدة قوي حلوة، وألقيت فيها كلام كتير. وهنا برضو في الجزيرة
مركز شباب الجزيره. ده المكان اللي انتوا بتتمرنوا فيه؟ لا مش بنتمرن فيه، ده هنا بنتجمع فيه. ده مكان التجمع. احنا بنتجمع فيه، بنشوف بعض وبنتكلم مع بعض. بتعملوا ايه بقى تاني غير التدريبات؟ يعني التجميعه بتاعتكم دي بتعملوا فيها ايه؟ بتطلعوا مثلا رحلات احيانا؟ لا التجميعه دي بقى زي ما انت حضرتك شايف كده في الجزيره. طب تعالى نعمل رحله، بنجيب ميكروباص او على حسب العدد يعني او العدد، بنأجره وبنحجز مكان وبنطلع رحله زينا زي اي حد. ما انتوا نعيش حياتنا. بص عشان انت قلتيها مره وانا فوتها لك هنا لازم اعمل وقفه. انتوا مش مجرد زيكم زي اي حد، انتوا كمان احسن من ناس كتير بالمناسبه. يعني ودي برضو ما فيهاش ولا مبالغه ولا مجامله. انا بقول لنفس الكلمه دي، انا دي احسن من اي حد. على فكره دي حقيقه، وعايزك لما تقوليها لنفسك تقوليها باقتناع. دي هنا في افريقيا. دي سفريه اوغندا اللي بتقولي عليها. اوكي. وذكرياتك ايه بقى في الرحله دي بالذات؟ واوغندا وبطوله ومنافسه. لا والله كانت لذيذه قوي. ايه بقى الاجواء كانت عامله ازاي؟ لا عادي، كنا بنلعب بقى مع كذا واحده كزار كاما. شباب وبنات من كينيا ودول افريقيه مختلفه. كانت جميله والله. كنت عايزه تقولي حاجه يا كابتن؟ قولي يا سيدي. انا؟ كنت عايزه تقولي حاجه ولا انا بيخيل لي؟ هاديه جدا. لا هي طبيعتها كده. هنا الريشه اهي. اوكي. جميل. دي اللي بسببها سافرت فيها اوغندا. دي كانت بوابتك للسفر. ده هنا في النادي اللي انا بتمرن فيه. ما شاء الله انت متعدده الانشطه الرياضيه. يعني كان ممكن مثلا تركزي في حاجه واحده، لكن انت كل اللي ركزتي فيه ما شاء الله عامله فيه شغل هايل. بيتي وشغلي وبشتغل ورياضه ومجمعه الكسار القامه كلهم بصراحه كل حاجه. جميل جميل. ربنا يوفقك ويعني ويكرمكم ان شاء الله والمزيد من النجاحات والمزيد من البطولات باذن الله. انتوا شرفتوني ونورتوني كابتن حنان وكابتن زينب، بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. واحنا سعداء بلقاء حضرتك. ربنا يخليك. انا اللي اتشرفت بوجودي معاكم. ومشاهدينا في كل مكان اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ثم عوده لاستكمال بقيه فقراتنا. اتفضل.